هذا وتجمع مملكة البحرين ودولة الكويت شراكة اقتصادية تمتد للعديد من القطاعات التجارية النفطية وغير النفطية. وقد ساهمت اللجنة العليا المشتركة الكويتية البحرينية في تقوية هذه العلاقات الاقتصادية عبر إبرام العديد من الاتفاقيات والشراكات بين المؤسسات التجارية في كلا البلدين. علاقات أخوية راسخة ووطيدة تربط مملكة البحرين بدولة الكويت الشقيقة، والتي تستمد مقومات تميزها وتطورها من عوامل التقارب الجغرافي والحضاري، وفي إطار الروابط الأخوية التاريخية والقواسم المشتركة تشهد العلاقات البحرينية الكويتية تطورا ملموسا على كافة الأصعدة والمستويات، خصوصا في المجال الاقتصادي. ومن ضمن ما يؤكد على هذه العلاقات الراسخة تطور حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، والذي بلغ 482 مليون دولار، فيما تجاوزت الاستثمارات الكويتية المباشرة في مملكة البحرين 2.3 مليار دولار. هذا وشهدت العلاقات التجارية الاقتصادية قفزات هائلة، لا سيما في العقد الأخير، وذلك لما تمتلكه مملكة البحرين من بيئة داعمة ومحفزة لاستقطاب المزيد من الشركات ووجود البيئة الداعمة لتنوع الاستثمار، إذ أولت المملكة اهتماما بالغا لتعزيز قدراتها على استقطاب رؤوس الأموال والتشجيع على الاستثمار، بما يصب في صالح تقدم وازدهار الاقتصاد لكلا البلدين الشقيقين. وعلى صعيد الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، فقد وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 19 اتفاقية مع مملكة البحرين قيمتها نحو 1.5 مليار دولار، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة المتفق عليها بين البلدين والشعبين من أجل الوصول إلى أفضل نتيجة بما يخدم رؤية القيادتين السديدة. كما أن هناك أكثر من 50 اتفاقية تعاون وقعت عبر أكثر من 10 لجان عليا مشتركة بين البلدين، شملت قطاعات مهمة ورئيسية، ومنها قطاع الصحة والتعليم والإسكان والنقل والطاقة، مما يسهم في تعزيز وتطوير سبل التعاون في المجالات الحيوية الهامة.